فايده هذو البنات اللي بصح هضره هضره غادي يفوت فيهم ديريكت في اليوتيوب. قلت لك انا هادو هما اللي غادي انا غادي فيها الفايده قال لي انت قدم روحك لاجيال انا يعرف لي انا بولعي يقول بولعي اجيال باين ومعروف على الساحه الدوليه حاج طيب انا شو انا الهادي صحراوي وهذا متحدث هذا هذا لا نروح لهنا هادو جوج سراقين الجيش وهذا قال يحوس على العنزير راشد خاصة عدروس ولا ولا معزا كابريرو حليف خاصة الحليف كيف انت العربة عندنا كابريرو كنتبغي ندير واحد الحصة عند المساجد بغيت نسميها بيوت الله هي قاعد تنظر سيد بشير الأغلبية تاع المساجد كي نجي يقول لي ممنوع خاطر جا الإمام قال لي ما تصورش قال لي الوزارة ما تبغيش والله العظيم من الوزارة لا إله إلا الله محمد رسول الله واللي راهم يفوتوا في التلفزيون هذا أنا حصة مجرد أسماء كما هذه سميناها مسجد سيد البشير بدوار بو 10 حاجة تقعد في التاريخ حاجة تاع خير المسجد هذا ما كانش بالك اللي يكون تحت ما يشوفهاش هنا هنا هذاك تاع الصباحية هذيك اللي عندها سجل هذه ليك هذه بدو يشوفوا ديريكت منها وتكون كاميرا ريزوليسيون شابه نديروا ايميسيون انت قلت لي خاطر نديروا ايميسيون على دي حاجه فور كاع كيما انت تنجم تجيب لوتوريزاسيون بيوت الرحمن ماشي غير في وهران تروح ل بصح هما ما يبريسيز با بريسيزي لارشيتكتور ولي سيت قال هذا هو وين جاي هذا لو سيت اللي با كوني في على الساحه الجهويه في وهران ما يعرفوش كاين يتحكم عليه هنا في وهران يدور هنا وما على بالوش بيقول بلي كاين مسجد مسجد في القريه كاين اللي ما يعرفش كاين ما يعرفش دونك بكري ما كاينش كاين مسجد والناس كاين يقول لك ملي ان شاء الله ندير تبان له بلي قال بلي كاين جمعه كاين لا خلينا كي تكون تمشي بصح كي تكون انت مثال الكوار ما تجيش راك مشعل هنا ما تجيش ما كاش انت ما خليتش هاد البلاصه فيها ما كاش فيها كي يهضروا لك شي يقول ليش يقول لك يقول لك ما نشرح ندير تماك ما كان لا ما تجيش لا ما تجيش لا والو يقول لك الاولاد روحي فوتني تصالات مع الاولاد في السوق وتصالات كاين مجد بيوت ربي راه خير راهي دروك تجي تنجم تجي وكاين كاين بيت ربي فإنما ولدت وجود بيوت الرحمن موج الله نحكي لكم واحد القصه صرات لي راه العين وسار انا عين وسار هذه كاين واحد جاي يقولها بالنهار جدودي زايدين تما جد بويا هي تقعد واحد المسجد كيما هاي شبال هذا مسجد تقليدي ما جاش مسجد زعما فاخر نقول انا دخلت ما لقيت حتى واحد صليت تما وكي جيت خارج لقيت واحد الاسم كيما تاع بويا الاسم تاع لافامي تاع النكوه حنا الموافق يقول لك هذا موافق جدنا هذا بكري موفق وقت قبل ما ندخل فرنسا كاع هذا يقول لي قعدت نبكي قعدت نشهق قالوا لي جدك صلى هنا هذاك المسجد عنده تاريخ مبني غير كيما هكا سامبل مصلى شغل قديم صليت فيه وحدي صليت جوج ركعات وصليت الوقت كان فات الوقت صليت وحدي ما كان حتى واحد كي قالوا كي خرجوا وقالوها لي ضبطني الشهق على بالي شغل تشوف قلت انا جدي جد بويا صلى هنا وزدت وانا كاع من وهران نشوف وين جاي هذا قطرة الرحمن صليت باش جد بو واه الحمد لله يا رب الحمد لله تشوفنا الحمد لله تشوفنا الحمد لله تشوفنا قول كلمة هذه الحمد لله واش قاعد تهضر سيدك راه سيدك هذا بالك هذا كيجي انا هذا